مرحبا ليكيب. اليوم رانا في بلاصه يسموها ريستوران ديبو. ريستوران ديبو هذه بلاصه وين يبيعوا بالجمله، يبيعوا بالك، يبيعوا بزاف. وباش تجي لهنا لازم تكون عندك كارطه بليك عندك ريستور ولا عندك بزنس باش تقدر تقضي هنا، ولا تقدر الكارطه هذيك تسلفها عند واحد عنده ريستور ولا عنده بزنس. اي نشوف واش كاين داخل وكيفاش يبيعوا وكاع التفاصيل تبع. بون رانا لداخل كما كنتم تشوفوا الكارت تاعهم وماشي نورمال، لي كارت كبار، خاطش الناس هنا لا ماجوريتي يشرو اللي عندهم لي ريستورون. هو هذا هو الاصل تاعو، اللي عنده ريستورون يشري بزاف باش يجيه رخيص. فوالا هنا اللحم البيف هذا كاع، هذا كاع في الريجيدار، انا الداخل كاع في الريجيدار. تما هنايا تجي ماشي لابس ولا تجي في الصيف محشيت لك بالبرد. بون هذه الجهه ماشي حاله، بصح الحاله اللي راهم الجهه الاخرى نوري لكم لي بري ونقول لكم برا ابي بري علاش الناس تجي لهنا باش تربح. كاش هنا وصلنا للصحقه جهه الحاله هنا راكم تشوفوا كيفاش راه الفارغه خوتو، راه فريمون فارغه باسكو داوها كاع المسلمين كاع جاو يقضوا هنا 21 خوتنا الصوماليين سوف كملوا الدعوه عندك حاله البيت باش يبقى هنايا مازال هذا بروسكيت اللي راه يدير 3.87 للباوند، بصح فيه 56 باوند يطلع كبير. راكم تشوفوا تشيكن ما كاشمون تاع تشيكن الجاج طاري البيف وهذا معين شوية هذا غير هذا واش ما هذا. المهم هذا واش عندك تشيكن مال فيه يكون هنا تحته كراط نتاع تشيكن ما كاش هذا الحلال راهو تصفر. هاوليك جهة الحلال تشيكن واش بقى؟ غير كرتون حلال وطيب. وكما قلنا لكم هذا كرون هنا يجي كرتون كبير تاع تشيكن واحد وحده، يعني غير اللي عنده عائلة كبيرة ولا زوج هكذا ليجان ولا ثلاثة ولا أربعة يشاركوه. سينو بزاف تشيكن بزاف تكونجليه باطا. فان. هذه هي حالة الريستورون ديبو اليوم. هنايا جهة الفرامج او ليك اللي يسموه فروماج روج او يدير 4.58 للباوند. فوالا املك هادو كاع هادو تاع ريستورون بيان سور تقدر تديها هكذا للدار بصح واش راح دير بها هكذايا دير كل يوم بيتزا. فوالا كيما هذا راه يدير 8.81 للباوند، الباوند اللي هو 450 غرام هكذا. هاولي كثيرة تشيز ولا بلو تشيز هذا. هنايا فرنش فرايز اللي هي لي فريت، هاي كيفاش تجي مكونجليا وتجي شوف شحال كبيرة، ريستو ما يكسر راسو ما والو يحكمها ويقليها ويعطيها لك. فوالا كلش كاين يعني ابتايزرز مازرول ستيكس هادو كلش بريكفاست كلش جملة. شوف الاكس هنا كيفاش يتباع البير، شوف قد منها تاع البير شوف قد منها كاين هادو كيما نقولو هادو تقدر صاحبك ولا زوج صحاب ثلاثة يشاركوها ويقسموها. بصح هادي حبيبي شحال فيها منا كاين البصل، هاوليك البصل بشكاره تديه الى عندك ريستورون بيان سور. بون لي بري كيما تفهموا كيما مثلا تاع اللحم اللي وريت لكم لا ديفيرونس مع برا. واش مع برا مثلا الحاجه اللي تلقاها توا مثلا 7 دولار للباوند تلقاها 5 4 ونص، بصح هذيك 4 ونص ما حش تقدر تشري كيلو زوج راك تشوف دي عفسه كبيره. فهمت كيف حبي يقول لك تزيد في الكونتيتي وتنقص في البري، هذه هي على هذه داروها شغل لافونتاج لي ريستورون، باسكو ريستورون ما عادش يروح عند البوشري يشري بكيلو ولا زوج، راح يشري بزاف، هذه واش راح تربح كي تجي ريستورون. بون الله شان نشوف منين نبدا خاوتي. بون حنا خلاص سي بون ما لقيناش اللحم ما عندنا ما نديرو ما حش نشري والو، خاطش علاه نشري عفسه منا وندير الله شان هذه كاعيتيك تضرب نضرب ساعه هنايا على جلت عفسه نقدر نشريها من جهه واحده اخرى. شو الله شان شان شوف هذه كاع لاشان مازال تا مازال تا
هكذا شوف والدور من هنايا هكذا يا والدور تما ما درنا والو حنايا نروحو ديريكت للدار وقبل ما نكملوا الفيديو تاعنا مدام ريستورون ديبو حبي يقول لي بيعوا الفيس تاع ريستورون هذا الفريجيدير تاع ريستورون ها لك 5100 غالي محنك كاين هذا تاع المشروبات هذا كاين كوشا طيب فيها انا راك داير فيها فريت اوملاد هنا فريت مرقاز هنا السلق لهيك اللوبيا لا دش 1300 ومن تحت تقدر دير فيها بيتزا كاري كاع المهم وصلنا الى نهايه الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وهذه لمحه برك على ريستورون ديبو اللي ما يعرفوش وشفتوا كيفاش كلش خلاص عقليه البلاد بون باش نسميه لهف ولا حاجه عاديه باسكو الناس كاع بزاف مسلمين شراو اللحم باش يجوزوا رمضان الله اعلم واش نسميه المهم ان شاء الله تكونوا ديتو فكره وان شاء الله عجبكم الفيديو ورمضان مبارك ورمضان دائما اكد ماشي تاع ماكله تاع عباده سلام